يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المفروض المرة دي هنعمل ايه؟ هنرن البروجكت بتاعنا. تمام، قبل ما نرن البروجكت بتاعنا تمام، عاوزين هنعمل باكج هنسميها كنترولر. تعال نشوف هنعمل فيها ايه. هعمل فيها كلاس، هعمل لها ايه؟ اي بي اي سيستم. تمام، هقول له add rest controller. تمام، add request mapping. تمام، اهي api backslash. تمام، هعمل 3 function public string admin. تمام، اهو تعمل ريتيرن اي ام ادمن. تمام، هعمل واحده كمان اهي ادمن اور مانجر. تمام، اي ام ادمن اور مانجر. تمام، هنعمل واحدة كمان هقول له I am admin or manager or user. حلو قوي، حلو قوي. هعمل هنا at get mapping. تمام، هنا هقول له admin او my admin. تمام، ناخد الكوبي اهي هنحطها هنا، هقول له ادمن مانجر. تمام، هنا هقول له ادمن مانجر يوزر. حلو قوي. طبعا انا هنا ما عملتش حاجه، كل اللي عملته كنترولر. تمام، في كذا فانكشن دي بترجع ايام ادمن، هنا ايام ادمن اور مانجر، هنا ايام ادمن اور مانجر اور يوزر. تمام، وجيت مابنج والاي بي اي، طبعا الحاجات دي كلها اي واحد المفروض يكون عارفها. تمام، هروح في السبرينج سكيورتي هنا في المتشر بقى. تمام، سيبك بقى من ديت، مفيش بروفايل خلاص. تمام، خلينا نشيل دول. احنا عندنا دلوقتي اي بي اي، اول حاجه ماي ادمن. تمام، المفروض يخش عليها امتى؟ لما يكون ادمن بس. حلو قوي، هنا الاي بي اي اللي بعديها ماي ادمن مانجر لما يكون هاز رول. ايه بقى هاز رول او هاز اني رول؟ مانجر. تمام، هنا طبعا المفروض ديت هاز رول عشان ده رول لوحده مش محتاجه اني رول، دي اني رول. طب ديت هتبقى ايه؟ هاز اني رول ومعاهم اليوزر. تمام، هنروح الاول بس نجيب اخر ايه اللي هو ديت اهي، وهنروح نحطها هنا. حلو قوي لغايه دلوقتي، تمام مفيش اي مشكله. هنا بقول له اللي يخش على الفانكشن ديت او يجيب اليو ار ال بتاعي اللي هو ماي ادمن لازم يكون ادمن بس. تمام، تعالوا بقى نعمل رن. وهنا برضو كذلك، طبعا انا مش هشرح ده كله، احنا شرحناه قبل كده يا جماعه، انا بس بعيد عليه. تمام، هعمل رن وركزوا معايا، هعمل رن للبروجكت بتاعي وتعالوا ركزوا معايا بقى كويس قوي. تعالى بس نشوف ايه اول حاجه، لنا ايرور ولا هيشتغل وكله هيبقى تمام. حلو قوي، تمام. تعالى نروح على البوست مان. تمام، ده البوست مان بتاعي اهو، اتش تي بي باك سلاش لوكال هوست 8443 لوجين. تمام، اول حاجه
عشان بس تكون برضو فاهمها، اول حاجه لازم تعملها عشان يا جماعه الدنيا تكون ماشيه معاك تمام. روح في الفايل عندك في السيتنج، تمام، عندك الاس اس ال سيرتيفيكيشن، لو هي اون اعملها اوف عشان احنا المفروض بنتعامل مع اتش تي بي اس، تمام، لو انت عاملها اون هيطلع لك مشاكل، دي حاجه تمام. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه هسجل كايه، خلينا نسجل ككريم، تمام، كريم 1 2 3. ركزوا معايا، المفروض كريم كايه؟ كريم يوزر. انا هعمل اول لوجن، هعمل اول ايه؟ لوجن. ركزوا معايا، بوست اهي، وده اليو ال بتاعي، وبعد في البادي اليوزر نيم والباسورد سند. هنشوف رجع لي ستيتس 200 اوكي. تعالوا كده نروح في الهيدر، ركزوا معايا في الاوثورايزيشن اهي، رجع لي ايه؟ برير، وده التوكن بتاعي. تعالوا ناخد التوكن ده بتاعنا، تمام، ده التوكن بتاعي. هروح اعمل ريكوست تاني، خلينا نعمل ريكوست تاني اهو، تمام، هبعت في الاوثورايزيشن اهي، تمام، هنلاقي عندنا برير، برير اهي، تمام، التوكن بتاعي اهو، كنترول A كنترول V، حطيت التوكن بتاعي اللي هو رجحهولي. هعمل ريكوست، خلينا ناخد ده اهو، وهعمل ريكوست على ايه؟ على الاي بي اي، تمام، المفروض انا كيوزر، المفروض انا كيوزر هخش على ايه؟ عاديه. تعالوا كده نخشهم عاديه اهي، خشيت اهو، هعمل سند جيت واهو، والاوثرايزيشن حطيت في التوكن بتاع البرير، حطيت التوكن بتاعي سند تمام. قال لي ايه؟ اي ام ادمن مانجر يوزر. حلو قوي. طب تعالوا تعالوا نخش على ماي ادمن بس، على ايه؟ على ماي ادمن بس. حلو قوي، هنشيل ديت ونحط ماي ادمن سند. قال لي ايه؟ فوربيدن. لا يا حبيبي ما ينفعش، انت يوزر. حلو قوي، لو رجعت تاني ماي ادمن، ماي ادمن مانجر يوزر، هو كيوزر اذا هيخش عاديه، تمام، سند اهو، رجع حالي. عملت هنا ايا كان هنا وعملت سند ما رضاش، قال لي ايه؟ فوربيدن برضو، تمام. تعالى نرجعه تاني اهو، نعمل سند، تمام، اي ام ادمن مانجر يوزر. حلو قوي، افرض حطيت التايب بتاعي بيزك، ده كان الايه؟ البريفكس بتاعي لو حد فاكره، مع ان التوكن صحيح، تمام، التوكن صحيح. تعالى نجيب التوكن تاني اهو، التوكن اهو اهو، هروح هناك في الاوثرايزيشن البيزك اهو. شوف بقى، شوف يا جماعه، اما جبت البيزك، اما جبت البيزك، البيزك ما بيبقاش توكن، بتبعت معاه اليوزر نيم والباسورد، تمام، ببعت معاه اليوزر نيم والباسورد، ما بياخدش ايه؟ توكن. شوف اول ما جبت بيزك توكن، البرير هو اللي بياخد ايه؟ هو اللي بياخد توكن بس. يعني هل انت لو عملت، لو رحت، هنروح تاني اهو، هناخد ديت اهي، تمام اهو، عاوز اروح على الماي ادمن مانجر يوزر، هسجل كاي يوزر، رحت في الاوثرايزيشن، تمام، في البيزك، لو بعت له كريم، كريم خليني ابعت صح، كريم وكريم 1 2 3، تمام، هنعمل سند كده، قال لي فوربيدن. اذا في حاجه، في عندنا حاجه مش تمام، اللي هي حد عارف ليه؟ لان انا اصلا شغال عامل الاي بي اي بتاعتي على جي دبليو تي، مفيش بيزك يا جماعه، فما ينفعش. حلو قوي، تمام، ديت حاجه، خليكم معايا. احنا عملنا ايه؟ لوجن ككريم، واول ما عملنا لوجن على اللوجن بتاعنا رجع لنا البيزك، قصدي رجع لنا قصدي التوكن بتاعي، فاخدته ورحت عملت اي ريكوست على اي حاجه ثانيه، كل حاجه تمام. تمام، تعالوا كده نعمل لوجن بالمانجر اللي هو ايه؟ ياسر اهو، وياسر 1 2 3، نعمل سند، تمام، اوكي، استس اوكي اهي، واهو البريد اهي، هناخد التوكن ده هنروح هناك. طبعا هنا ما كانش بيعمل ايه؟ لوج، ما كانش بيجيب اي ريكوست،
كنا بنعمل ريكويست، لازم نعمل ريكويست للماي ادمن مانجر يوزر. لو عملنا للماي ادمن او المانجر ما كانش بيرفض، صح ولا غلط؟ صح. البرير اهو هعمل هنا، هحط التوكن بتاعي جديد اهو، هعمل للمانجر تمام، هو كياسر مانجر فليه اكسس ان يخش على ايه؟ على ديه. تمام. لو رحنا هناك خلينا نجيب الماي ادمن، هو مانجر، فانا لو جبت الماي ادمن وعملت اهو، اهو عملت سند ما رضاش. ليه؟ لان داخل كياسر، ياسر ايه؟ ياسر ايه؟ مانجر مش ادمن. حلو. يعني لو قصدك لو رحت جبت المانجر هيخش عادي؟ هقول لك تعالى نشوف، ادينا بنجرب اهو، اهو سند، ده دخل. اذا كل حاجه تمام. تعالى بقى ايه نعمل لوجن كمين، اخر حاجه اللي هو الايه الادمن اللي هو احمد. وهنا احمد 123، خلينا نعمل سند. تمام. برير اهو وكل حاجه تمام. خلينا نعمل ديت كوبي اهي، هنروح هناك هنحط اهو. تمام. كماي ادمن مانجمنت هو كادمن يقدر يخش. تمام. رجعهولي ايام ادمن اور مانجر. تمام. لو عملت ماي ادمن بس هل هيرجعها لي؟ ايام ادمن. تمام. اذا كل حاجه لغايه دلوقتي تمام. اذا اول مره اما عملت لوجن باخد التوكن ابعتها في فان في الهيدر في الاوثرايزيشن يدخلني على الاي بي اي بتاعتي خالص من غير ما اعمل لوجن. حلو قوي الكلام لغايه دلوقتي. طبعا انت لو مش شغال، لو انت مش شغال جي دبليو تي فانت بتروح تعمل بيزك تمام وتدخل اليوزر نيم والباسورد بتوعك عادي جدا. حلو قوي. طب هو هل انا لو رحت هنا وعملت باي يوزر نيم وباسورد هيقول لي غلط؟ انجر سند فوربيدن. تمام. لو رحنا في الهيدر مفيش اوثرايزيشن اصلا، هو فوربيدن غلط. لو جبت هنا خطا، لازم ادخل اليوزر نيم والباسورد الصحاح. لغايه دلوقتي يا جماعه تمام ومفيش اي مشكله، كل حاجه جربناها، كل حاجه عملنا عليها تيستنج، كل حاجه تمام مفيش اي مشكله. تمام. احنا طبعا هندلنا هنا في الكنترولر، خلينا نعمل جيت اد. جيت اد هروح هعمل هنا كرييت كنترولر اند تيستينج اي بي اي اهي، هعمل سبميت نيو ايشيو كوبي. تمام. عملت جيت كوميت كنترول في، هعمل كلوزس كوميت اند بوش، كوميت اند بوش هستنى قبل ما اعمل بوشنج. عمل بوشنج، هروح هناك عمل لي كلوزد وكل حاجه تمام. لغايه دلوقتي يا جماعه كله تمام ومفيش اي مشكله، عملنا تيستنج على كل حاجه ودخلنا كيوزر ودخلنا كمانجر ودخلنا كادمن وكل حاجه تمام و10 على 10 وكده عظمه قوي كده يا جماعه. انا اعتبر كده انا خلصت السبرينج سكيورتي، كل حاجه فيه بدات من اول لغايه الاخر. اتمنى اكون وفقت، ده حاجه والله اتمنى ان انا اكون وفقت، واتمنى اكون شرحتها بالشكل اللي توصل ليكم. لو في اي حاجه مش واضحه او في اي معلومه غلط او في اي حاجه مش صح، اي حاجه مش صح يعني خش كلمني، انا ما عنديش اي مشكله نخش ندردش في زوم ونشوف الدنيا فيها ايه. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه تواصل معايا، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.